آية واحدة إذا قرأتها بعد الصلاة تضمن لك دخول الجنة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكل متابعين الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. أهلا بكم معايا فيديو جديد، لايك للفيديو، شير للاستفادة، اشتراك، جزاكم الله كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اترك تعليق بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. القرآن كلام الله تعالى عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولقد فضل الله بعض السور على بعض كما سمعنا عن فضائل سورة الفاتحة، كما فضل بعض الآيات على بعض وهي آية الكرسي. ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنئك العلم أبا المنذر. عن أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فضل هذه الآية العظيمة لما اشتملت عليه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والوحدانية والحياة الكاملة والقيومة الدائمة والعلم الواسع والملكوت المحيط والقدرة العظيمة والسلطان القويم والإرادة النافذة. المراد بالدبر هنا ما بعد السلام، لأن ما قبل السلام ليس محلا للقرآن، وإنها محله القيام. فهذه قرينة على أن المراد ما بعد السلام. استحباب قراءة تلك الآية العظيمة بعد كل صلاة مفروضة ليكتمل بها ذكره لربه ويرفع بهما ما نقص من صلاته، وليجدد إيمانه كل يوم 5 مرات بتلاوة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. فهذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في القرآن حرز من الشيطان لمن قرأها، وتكون سببا في دخول الجنة لمن حضر الصلاة ثم قرأها مع أذكار الصلاة. يرجى لمن حافظ على قراءتها دبر كل صلاة مكتوبة أن يدخل الجنة، يعني 5 مرات في اليوم، إذا استقام فأتى ما أمر الله به واجتنب ما نهى الله عنه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يستحب بعد الصلاة بعد التسبيح والتهليل قراءة آية الكرسي، ويرجى له بذلك دخول الجنة إذا استقام على دينه وحافظ على دينه، يرجى له دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم يؤتي بكبيرة. فإذا حافظ على ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه وقرأ آية الكرسي، كل هذا من أسباب دخول الجنة إذا قرأها بعد كل صلاة. ومما جاء في فضلها عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فقال: فناولني يدك. فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال: هذا خلق الجن. قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني. قال: فما جاء به؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال له: صدق الخبيث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
طيبا مباركا فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك للفيديو، تعليق بالصلاة على